بكت فيه دخنة كثير، والواحد مرض ما يعرفش يقعد برا يعني. وهكيت بعد ما راحت الدخنة يعني صارت منيح الوضع. احنا حاليا في محطة بتين، هي محطة تابعة لمجلس الخدمات المشترك، تم إنشائها من حوالي سنتين. الموقع هذا كان مكب عشوائي، كانت مشاكل كثيرة فيه للبلد، لكل السكان الموجودين في المنطقة، خاصة عند الحرائق. كل الدخنة بتطلع للأسف على البيوت المجاورة. طبعا احنا بالنسبة لنا مجلس الخدمات المشترك في الهدف الرئيسي تاعه هو إنشاء مكب صحي وإغلاق كافة المكبات العشوائية الموجودة في المحافظة، اللي هي صارت تشكل مشكلة كبيرة للمواطنين في كافة الهيئات المحلية، القرى، المدن، صارت تسبب هاي المكبات العشوائية ضرر. هذا المكب العشوائي دائما أكبر أذى لأي قرية، يعني مسالب كثير في الريحة، الريحة كثير، الدخنة بتظلها طالعة في البلد جميعها، الجو بيبقى مش صافي، يعني في الصيف ما بنقدرش نقعد برا، الشبابيك مسكرة، صيف شتا مسكرة، الكلاب الضالة بتضل رايحة جاية، الخنازير حتى خنازير بتضلها على المكب. الموقع هذا له ميزة خاصة انه منطقة سي، او ما يصنف في منطقة سي، وبالتالي كانت في عنا صعوبات كثيرة انه احنا نقدر نشتغل الشغل اللي احنا سويناه، فكان في تحدي لانشاء الموقع، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نثبت نفسنا، نعمل الموقع، ننجزه، نستخدمه ايضا، وبالتالي يعني كان انا بعتبرها طبعا قصة نجاح لمجلس الخدمات المشترك. شكر خاص لجميع اللي ساهموا في ازالة هذا الاشي، والله يقويهم يسووا أكثر وأكثر خدمات لجميع القرى، حتى القرى الجنبنا، يعني القرى حتى الجنبنا يساعدوهم ويعملوا لهم زي ما سووا لنا. الحمد لله رب العالمين، إحنا بخير، الحمد لله إحنا بخير.